شنو هي الشروط الصحية الواجب احترامها أثناء وبعد عملية الذبح؟ اذا قبل نوصل لعمليه الذبح خصنا ليله العيد نهيئوا الكبش ديالنا خصنا يكون مرتاح يكون مرتاح خصنا نحلفوا عليه الكلاء وما نعطيوه الا ماء الشرب هذا الماء الشرب هذا باش كيسهل لينا العمليه ديال الصرخ يوم العيد وكذلك نكونوا فكرنا في الموضع في غادي نهيئوا الاضحيه ديالنا خصنا يكون فيها المعدات فيها الاواني وكذلك خصنا فكرنا واش حنا غادي نحرو الاضحيه ولا غادي نجيبوا شي واحد اللي غنستعنوا به اذا كان شي واحد غادي نستعنوا به ضروري أننا نتأكدوا من كما جاء في القرار ديال وزارة ديال الداخلية نتأكدوا بأن عنده الترخيص ونتأكدوا بأن عنده الكمامة ديالو لبسها الكمامة ديالو لبسها بواحد الطريقة صحيحة وعنده المحلول الكحولي وعنده المعدات ديالو باش كيطهرهم ساعة ساعة وهذا الجزار هذا اللي غادي ولا ممتهن الجزار بواحد الطريقة اللي كيكون موسمية خاص يكون واحد المهني زعما عنده سلاسة في تهيئة الأضحية اولا خاص يكون هو كيحترم الشروط الصحيه عنده نقي اللباس والبدن خاصو يكون لما كينحضن الاضحيه ينحرها وما بين النحر وما بين عمليه يهبطها كما كيقولوا تيحيد يحيد الصوف ديالها والجلد خاصو ما تعداش واحد ربع ساعه ديال المكانه اذا هنا غتكون المهنيه خاصو ما ينفخناش السقيطه ضروري نعاودها ما ينفخش السقيطه ما ينفخش السقيطه للاسف هذه العمليه اللي كيقوموا بها مجموعه ديال الاشخاص المتطفلين كنتكلم على المتطفلين على هذه الحرفه ما ينفخهاش مخصوصا في الفم ديالو كاين الناس اللي كيلتجئوا للبومبا كاين اللي كيبغي يستعملوا واحد البومبا ينفخوا بها هو ماشي بالضروري ينفخوا السقيطه هذه اذا غادي نتجنبوها اولا ما ننساش نحرو الاضحيه خصنا نحتفظوا بالحلقه نحيدوا الطريف الودنينه مع الحلقه باش نحتفظوا بها وكذلك كنا نحاولوا ما يمكن ما نلوثوش السقيطه بالصوف او لا بالحركات ديالنا او لا بسوء عدم احترام الشروط الصحيه باش ما نلوثوهاش ما نغسلوهاش بالماء باش ما نلوثوهاش اذا ملي كنهبطوا السقيطه ديالنا وكنشوفوا كيبقى عندنا ساعات كنشوفوا اللحم ديال السقيطه كنشوفوا اللون ديالها اذا كان واحد اللون وردي وفاتح ولا لون وردي داكن كنقولوا بان هذه السقيطه العاديه جدا ولكن اذا كان عندنا واحد الشك فيما يخص اللون كاين عندنا ما يفوق 300 ولا 400 طبيب بيطري 400 تقني وطبيب بيطري غيكونوا مداومين كاين لائحه دابا عندنا في البوابه ديال لونسا كاين كذلك المصالح البيطريه محليا وكذلك عندنا البوابه ديال المكتب في فيسبوك عندنا واحد وعندنا رقم التواصل ديال المكتب اللي هو 080 136 37 080 136 37 هذا مركز التواصل كيمكن له يتواصلوا به المواطنات والمواطنين من 8 الصباح حتى 8 الليل كيمكن له يحطوا الاسئله ديالهم ينجاوبوهم الا كانت مستعصيه كنديروا واحد البحث وكنرجعوا له عند المستهلك اذا عندنا مصالح بيطريه محليا اللي كانوا كيعرفوها يمشيوا ليها كاينه كل عمل عندنا احنا موجودين بعض المرات كاينين حتى الدوائر كاين كذلك عندنا القائمه ديال 400 تقني وطبيب بيطري يمكن له يتصل باي بيطري فين ما كان يمكن له تواصل معه وخاص كاين في العيون يمكن يتصلنا بالطبيب البيطري اللي كاين في طنجه ولكن يتصل بالطبيب ديال العيون احسن ليه باش انه يمكن يتواصل معه يمكن له ينسق اللي عندي اذا كان ممكن اذا هذه الامور هذه حنا ان العمليه تابعينها واضح من بعد ما كنهبطوا السقيطه كان خصنا نبدا نسرعوا اخراج الاحشاء ومنين كنخرجوا الاحشاء ديالها هذه واحد العمليه هي دقيقه مهمه جدا لان كنجبدوا الكبده كنجبدوا الريا كنجبدوا المعده كنجبدوا الانفاس كنجبدوا النصران هنا خصنا نبدا نفحصوهم ولا بدا نادرا ما كنقدروا نلقاو بعض الاصابات بالامراض الطفيليه، امراض الطفيليه تيكون بعض الاراقات ديال الطفيليات كيكونوا عندنا في الكبده ولا في الريه او لا عندنا في بولفاس، حنا الا كاين داك الشيء قليل مثلا نقيطات بيضين قلال في الريه ولا في الكبده كنقطعوا الطريفات اللي هما كاينين ونخليو بقية العضو ناكلو بدون اي تخوف لان الامراض الطفيليه ما كننتقلش لا ما بين الحيوان للحيوان ولا من الحيوان للانسان اذا هنا ولكن اللي نقدروا نخافوا الا درت داك الدوره ديالها عاد كيمكن تخلق لنا المشكل اذا ملي كنحيدوا داك النقيطات اللي كاين في الريه وفي الكبده كنديروا فواحد الخليشه ديال البلاستيك ولا فواحد القمامه ونحتفظوا بهم كذلك الا لقينا بولفات كيمكن لنا نلقاو فيه بعض القريبات ديال الماء اما في بولفات اما في الكبده هذوك القريبات خصنا نحيدوهم الريه كيمكن نلقاو فيها حمراء لان ملي كنحروا الاضحيه كيرجع لينا الدم في الريه هذاك الطريف اللي حمر نحيدوه كذلك يمكننا نشوفوا بعد مثلا بعد ملي كنقسم الراس على جوج كنلقاو بعض الدويدات في الانف ديالو نحيدوا داك الدويدات
لان عاديين هذوك من بعد الدويدات من بعد كيرجعوا دبانات حشرات. اذا غير باش يعرفوا بان غير واحد المرحله انتقاليه للتطور ديال واحد الحشره. ايوا هنا هاد الامور ما نخلعناش، عادي كيكون هادشي هذا وما عنده حتى شي تاثير على الصحه ديال 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 السيطه. واحد الحاجه اللي مهمه اللي لازم كتير بعد مره بعد الانتباه ديال المواطنين هو ان بعض المرات كنلقاو واحد الغدد اللمفاويه مقيحه، اما كنلقاوها في الخد، اما كنلقاوها تحت الراس كما قال واحد المواطن تكلم ما خصش الراس يكون من فوق، اما كنلقاوها في مقدمه الارجل. هذه ملي كاين المواطنات ملي كيوجدوا الضحيه ديالهم وكيقطعوا داك الغدد كيسلب القيح وكيتخلعوا، هذيك عادي واحد المرض بكتيري كيقيس داك الغدد اللمفاويه، العضو اللي فيه داك الغده من فوقها كننقيوها وكنحيدوا داك العضو وكنتخلصوا منه، كناخذوا الاضحيه ديالنا بدون اي تخوف. واللي عنده سؤال طبعا يتصل بهذا الرقم اللي عطيتي دكتور عزيز 08 136 37. عنده يتصل بهذا الرقم ويتصل باللائحه، لان هو كيمكن له يتصل بالانترنت بالمكتب بالبوابه الانترنت كيدخل يشوف اللائحه. غادي تجبر واحد اللائحه فيها جميع مجموعه الارقام ديال البياطره اللي كيشتغلوا معكم، وطبعا راه الاشاره للمواطنين. قلت لك هذيك التقيحات اللي كيكونوا في الغدد اللمفاويه هذيك ما نخافوش منه، ما كاينش امراض معديه. هذيك حالات كتكون عند الكسيبه كيتكلفوا بها الكسابه، كيكون عندهم واحد البرنامج كيحاولوا ما امكن يقللوا من داك الاصابه ديال الغدد اللمفاويه. هذا متفق معاه ولكن ما يقولش ما كاينش مراقبه. كاين المصلحه البيطريه، كاين تاطير بيطري، يمشي لاي طبيب بيطري خاص يدير معاه برنامج تاطير، ما يكونش عنده داك الغدد اللمفاويه اللي هي ما يكونش عنده داك الغدد اللمفاويه كتقف. كاين هذا كاين فيها تاطير بيطري، كاين بياطره موجودين وعندهم خبره. يمكن كنشكروا بعدك الهيئه الوطنيه للبياطره، لان الى قلت لكم بان هذا العام الجوده القطع مزيانه نظرا للتدخل والتاطير الصحي اللي كيقوموا به على الصعيد الوطني. ان من بعد ما كنهيئوا الاضحيه ديالنا خصنا نخليوها تنشف في واحد الموضع مظلل ما فيش تلوث، ما يمكنناش تلوثوها وما نغطيوهاش لا بالبلاستيكا لا بمنديل لا حتى حاجه، ونخليوها تنشف لينا الاكثر 5 ساعات، ونبداو نقطعوها طريفات صغار ونعرض الطريفات صغار من نقطعوهم، من بعد نحيدوهم في الثلاجه ولا المبرد، من بعد نقول الطريقه كيفاش نحيدوها في الثلاجه والمبرد. الا ما قطعناهاش حنا ومشينا لعند الجزار ديال الحومه خاصنا ما نخرجوهاش ونعلقوها في الشوش عنده نهار كله من 8 الصباح ويقطعها لنا حتى العشيه، خاصنا نوقف عليها وما يقطع لي في اقرب زعما في اقل مده زمنيه واقرب اكثر سرعه باش نرجعها للدار ونعاوتاني نلففها في اكياس. الطريقه ديال التخزين الصحي يا دكتور عزي، الطريقه التخزين الصحي هو هذا انا نقول لك، خصنا الثلاجه ما تكونش عندنا عمره بزاف، مثلا خصنا الهواء كيدور في الثلاجه. ثانيا خص الثلاجه تكون كتخدم مزيان. ثالثا الطريقه اللي مهمه اللي خصنا ناكد عليها هو ان ما نحطوش اللحم مع الرمى، نحطوا طريفات صغار الهواء كيدور ما بيناتهم باش كيبردوا لينا في نفس الوقت ولا كيجمدوا لينا في نفس الوقت اللي كانت في المجمد او اللي كانت عندنا في المبرد، ونخليو الهواء في الثلاجه كيدور. لان ما يمكنناش نحطوا اللحم مع الرمى، الا حطيناها مع الرمى راه الجهه اللي على برا كتبرد لينا والجهه الدخلانيه كدوز لينا اكثر من 4 ساعات 5 ساعات العام كتبدا تبرد، وهنا كيمكن لينا تخسر لينا اللحم. اذا ضروري اللحم نحطوها طريفات نستفوها ويكون نخليو الهواء كيدور ما بين الطروفه.